حاليا في المغرب كاين وباء كوفيد اللي خصنا نحتاطوا منه، خصنا نحاربوه، واكبر حيطه واكبر يعني مساله المهمه للمواطنين والمواطنات المغاربه خصهم يديروها هي الحجر الصحي. اشني الحجر الصحي؟ هو الناس كيبقاو جالسين في ديورهم ما يخرجوش، لا اطفال لا شباب لا الناس مسنين، لان الحجر الصحي تبقى هو السبيل الوحيد باش نحبسوا هذا الوباء ديال كورونا. خصنا نكونوا واعيين باننا ما خصناش نخرجوا من ديورنا، الا كنا ملزمين باش نخرجوا ربما مره في الاسبوع باش نمشيو نقضيو الحاجيات ديالنا في الاسواق ورجعوا مباشره. وملي نكونوا في الاسواق خصنا نتجنبوا باش نسلموا على الناس، خصنا نتجنبوا باش نعنقوهم، خصنا نتجنبوا باش نكونوا قرب ليهم، خصني على الاقل يكون بيني وبين واحد السيد اخر تيتسوق واحد تقريبا متر ونص باش ما نعاديش، وخا نكون دايرين كمامات، لانه الكمامات مهمه جدا حاليا باش ما ينتشرش هذا الفيروس ديال كوفيد 19. الكمامات كما هاد الكمامات تشوفوا يعني تاخذوها من هذا الخيط هذا فوالا، وتنديروها في هذه الاود الاولى والاود الثانيه، وتنحاول نزيروها هكذا، خاصها تكون واخده لينا النيف ديالنا والفم ديالنا، نزيروها هكذا ما تكونش هناك فجوه ما بين الكمامه وما بين وجه ديال الانسان. هاد الكمامه تتحمينا بطبيعه الحال وتتحمي الناس، تتحمي ايضا الناس اللي قدامنا، لان ملي نخرجوا خصنا نديروا الكمامه ديالنا، وهذه مساله اصبحت ضروريه، لان الكمامه تتحمينا من انسان تيتنفس وخا عنده مثلا فيروسات ولا بكتيريا تيبقاو في الكمامه، ولا مثلا خاطك شي انسان كنت بعيد عنه وكان عنده شي فيروس معين، فهاد الكمامه تحفظك. يعني الكمامه تبقى مساله مهمه، خصنا نعرفوا بان منين نديروها تقريبا الناس اللي تيكونوا مثلا عندهم اتصال بزاف بالناس ممكن يحيدوها من بعد 4 سوايع، والناس اللي ما عندهم اختلاط بزاف بالناس ممكن يخليوها واحد المده ديال 12 ساعه من بعد تنزولها من هذا الخيط، هذا تنطويوها وتنديروها في سله المهملات ولا القمامه ولا في ديك الطرح ديال الازبال، مطرح ديال الازبال تيكون غالبا في الازقه، وتنحطوها في هذيك وتنسدوها باش ما نخلوهاش محلوله، بالاحرى الا خديناها وديناها في واحد الاكياس ديال الورق وحطيناها تماك وجمعناها. وخاص الناس ديال النظافه يعرفوا بان خاصهم ياخذوا الليكات ديالهم، القفازات ديالهم، الكمامات ديالهم، باش حتى هما ما يتعادوش. لهذا حنا حاليا واحد المرحله جد حرجه على الصعيد الوطني، تنطلب من الناس باش يبقاو في ديورهم. الحجر الصحي راه في صالحي وصالحك، وشكرا.